السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم منوعات رحاله، معاكم اخوكم سنه الخالقه. ده مزاد الوحوش يا جماعه في رشيد. انا كنت في رحله صيد وربنا ما وفقنيش بسمك، فقلت ندخل نشتري لي طاوله سمك نقسمها مع حد او نبيع نصها او اي حاجه من ديت، بحيث ان انا نرجع بسمكتين للبيت. ربنا ما اردش يا جماعه، ما عرفتش نشتري من المزاد غير سمكتين هنوريهم لكم في اخر الفيديو. المزاد ما شاء الله فيه ميزه ان انت لما تبقى موجود فيه وبتزود على السمك وتقول لهم ان السمك دوت لبيتي محدش بيرضى يزود عليك، اما التجار فالملعب واسع بقى، ايه كل واحد ورزقه. كمل انت في الاجواء دي يا لحد قلت له بالك ايش انا تبي والله ما علم افضل لك رد بعد انا عاد احلاك بسرعه لك حل ايش هاي بس الله طبعا يا جماعه. المزاد ده رزق برضه زي الصيد، انت ورزقك تاخد حاجه كويسه بسعر رخيص او غيرك على حسب رزقك. انا ربنا كرمني اشتريت السمكتين دول والجمبريتين دول ب 170 جنيه، لما وزنته طلع كيلو ولا ربع بربون حر، والسمك والجمبري ده على البركه يا جماعه طلع نص كيلو بالظبط بالاحجام اللي شايفينها دي. البيعه دي كلها على بعضها اشتريتها ب 170 جنيه، ده الرزق اللي قدرت نطلعه من المزاد. الباقي طبعا ما عرفتش نصارع عليه مع الناس، كان رزق غير يعني. ايوه حبيبي، اتمنى طبعا لو الفيديو عجبكم تشتركوا عندنا في القناه وتدعمونا بلايك. تحياتي ليكم، كان معاكم اخوكم سامح الخالقه، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. ما نزلوا حاجه هو حر بقى.